ومهندس من فاضل الباشمهندس عمر. معانا باشمهندس؟ مع حضرتك يا دكتور، جزاك الله كل خير. طيب. ربنا يبارك في حضرتك. شير مع حضرتك، اتفضل يا فندم. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي. فقبل ما نتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي، حابب ان احنا نعرف ايه اصلا هو الذكاء، يعني تعريف الذكاء نفسه. فياريت تكتبوا لنا كده في الشات ايه هو الذكاء، سواء على الزوم او على الواتساب. انت يعني ايه ذكاء؟ يعني لما اجي اقول الشخص ده ذكي، الطفل ده ذكي، ايه هو تعريف الذكاء؟ مش بتكلم على الذكاء الاصطناعي خالص، انا بتكلم على كلمه الذكاء او الكلمه في الجمله نفسها. المشاركات ممكن تبقى على جروب الواتساب يا احبابي او على شات الزوم، واحدد لهم يا باشمهندس الله يعينك. تمام. فعايزين نعرف يعني ايه ذكي. امتى اقول على حاجه انها ذكيه، او امتى اقول على شخص ان هو ذكي؟ تمام. طيب احنا ممكن نقول على شخص ان هو ذكي او حاجه انها ذكيه، ان هو بيقدر يفهم اللي مطلوب منه ويقدر ان هو يتفاعل معاه، ولو حصل حاجه غير اللي هو اتدرب عليها يقدر ان هو يتصرف. في حد بيقول استخدام مهارات العقل في حل المشكلات، كلام سليم. ان انا اقدر ان انا اتصرف، ان انا اقدر مش حافظ جمل معينه اعملها، لا ده انا بقدر ان انا اتصرف مع اي موقف اتحط فيه. ده كتاب هسيبه لكم ان شاء الله في الزوم او في الواتساب، انا كاتبه عن الذكاء الاصطناعي وتعريف الذكاء الاصطناعي وابعاده وايه هو تعلم الاله والتعلم العميق والحاجات دي كلها. احنا مش هندخل في التفاصيل دي كلها النهارده لان احنا مركزين على حاجه معينه. لكن لو قلنا بقى الذكاء الاصطناعي، تمام، هو قدره على التفاعل والانجاز بسرعه، بيفهم ويطبق. تمام، كلام جميل جدا. فكره الذكاء الاصطناعي ان هو يقدر يفهم انا عايز ايه ويتفاعل معاه، ومش بيلتزم بالحاجه اللي انا دربته عليها، بحيث لو حصل حاجه يروح واقف او متعطل. يعني ممكن مثلا اكون قايل له روح مثلا اشتري حاجه من سوبر ماركت، فلو راح ولقى الاسانسير واقف او الاسانسير متعطل مش قادر يتصرف، راح السوبر ماركت وملاش الحاجه دي مش عارف يتصرف. هو حافظ خطوات، خطوه واحد، خطوه اثنين، خطوه ثلاثه، وهكذا. الذكاء الاصطناعي هو محاوله لان احنا نقرب من الذكاء بتاع الانسان. فلذلك هو مش ذكاء صناعي، لا اصطناعي، يعني هو بيفتعل، هو بيحاول يبرمج الاله انها تتصرف زي ما الانسان بيتصرف، بيتصرف كان في خلايا عصبيه جوه الذكاء الاصطناعي. ممكن هو مش فاهم هو بيقول ايه، بس هو بيبدا ان هو يربط الحاجات بينها وبين بعض. يعني هو مثلا بيشوف لما حد سال السؤال ده جاوب ايه، وبيحفظ الاجابات ويقدر ان هو يجاوب على الاسئله بنفس الطريقه الاجوبه اللي فاتت. بيشوف مثلا الناس بتتفاعل ازاي ويبدا ان هو يتفاعل مع الحاجات بتاعت الانسان. هسيب لكم الرابط ان شاء الله اسفل في بعد الميتنج. تمام، ونبدا نشوف بعض الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في الذكاء الاصطناعي. في حاجه مهمه جدا ان احنا نفهم نتعامل معاه ازاي. يعني ممكن واحد يسال سؤال للذكاء الاصطناعي والاجابه تبقى رائعه، وواحد يسال الذكاء الاصطناعي وتطلع الاجابه ضعيفه جدا، فايه الفرق؟ ده حاجه مهمه جدا. تعالوا نشوف مثلا زي شات جي بي تي. شات جي بي تي ممكن 3 4 عندهم نفس الاسئله ويسالوا نفس السؤال، لكن الذكاء الاصطناعي يديهم اجوبه مختلفه. واحد فيهم اداله اجابه تفصيليه، واحد فيهم اداله اجابه غلط، وواحد اداله اجابه سليمه. دي حاجه اسمها برومت انجينير. برومت انجينير دي وظيفه مرتبات عاليه جدا وسهله جدا، يعني مش مطلوب منك ان انت تدخل جامعه وتدرس 5 6 سنين والحاجات دي كلها، لا، مجرد ان انت بتتدرب وتعرف ازاي تسال السؤال تقدر ان انت تحصل على النتيجه اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال، انا عايز عندي درس بكره لطلبه وعايز يساعدني في تحضير الحاجه ديت. تمام، ممكن اقول له ايه، انا عايز موضوع عن حرب اكتوبر واسيبه واسكت. تمام، هيجاوبني بس مش هيديني الاجابه لما اساله بطريقه معينه. ايه الطريقه المعينه دي؟ اول حاجه اخليه يركز على ان هو مدرس. يعني اقول له ايه، انت حضرتك مدرس تاريخ، لو انت بتسال في الحسابات قول له انت راجل متخصص في الحسابات، لو انت بتسال في السياسه
قول له انت محلل سياسي، لو انت بتساله في حاجه في العماره قول له حضرتك مهندس معماري، تمام؟ فلازم تحدد له انت بتسال في اي مجال، هو ساعتها هيتقمص شخصيه مدرس تاريخ ويبدا يسال. حضرتك مدرس تاريخ ولديك درس عن حرب اكتوبر، تمام، لطلاب الصف السادس الابتدائي او الخامس الابتدائي زي ما انت عايز. هتفرق في ايه بقى ان انا قلت له السادس الابتدائي؟ ان هو يعني يراعي السن، يعني هو ممكن يجيبها لطلبة اولى ابتدائي هتبقى الاجابه مختلفه، هيبدا يبسط لهم الموضوع شويه وهكذا. فتبدا ان انت تسال اسئله ممتازه. بص اهو بدا يسال، قال لي ايه؟ اسالهم اسئله تفاعليه زي ما بدانا النهارده وقلنا ايه هو تعريف الذكاء الاصطناعي، تمام؟ فهو يبدا بقى يقول لي اسالهم اسئله تفاعليه، تعريف بسيط بحرب اكتوبر، احداث الحرب، يبدا ان هو يجيب المعلومات كلها ويبدا ان هو يحطها معايا. لاحظوا ان انا لو عايز اعمل الموضوع دوت ودورت في جوجل مثلا محرك البحث هياخد منه وقت كتير قوي، تمام؟ وممكن بقى يقول لي انت ممكن تسال لماذا سميت بحرب اكتوبر، ماذا حدث حرب اكتوبر والحاجات دي كلها. طيب انا عندي سؤال يا ريت الناس تتفاعل معاه، الذكاء الاصطناعي بدا سنه كام؟ الذكاء الاصطناعي بدا سنه كام؟ هل هو قريب بعيد من ايام القدماء المصريين الحاجات دي كلها؟ الذكاء الاصطناعي يا ريت الناس تكتب تفتكر الذكاء الاصطناعي بدأ سنة كام؟ احنا ممكن نكون سمعنا عنه من سنة سنتين لكن هو من قبل كده، فهل هو من التسعينات الثمانينات السبعينات؟ من حوالي 1800. 1800 ايه؟ 1800 سنة؟ مش عارف. سنة 1800؟ 1800؟ لا هو الخمسينات، ممكن الإجابة مهندس خديجة تمام. الخمسينات. هي الفكرة كلها إن هو بدأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والاهتمام بيه، وإن هو يبدأ إن هو يبقى حاجة مهمة والناس الحكومات تصرف عليه مع الحرب العالمية، تمام؟ يعني ممكن قريب من 1956، يعني ممكن نقول 1954. الفكرة كلها إن كانت في شفرة في ألمانيا بياخدوا ايام على ما يفكوها، وهي بتتغير كل يوم، فكل ما انت تفكها تكون الشفره دي قديمه وما لهاش لازمه. فعملوا بقى ذكاء اصطناعي عشان يفك الشفره ديت. وبدا الحكومات تصرف عليه، يعني هو يقول لك انا هصرف ملايين ليه على ذكاء اصطناعي؟ اه عشان اكسب الحرب، خلاص نصرف الملايين ديت. فانت ممكن حسب تخصصك تبدا تساله الاسئله اللي انت عايزها، يعني على سبيل المثال انا شغال في المجال العماره، فجالنا ان احنا نصمم حاجه خاصه بمبنى في الهند، تمام؟ او مبنى هندي هيتعمل في قطر، يعني تقدر تقول مدرسه هنديه، سفاره هنديه، حاجه زي كده. فانا عشان اقعد اتعلم بقى العماره الهنديه رهيبه جدا، يعني هاخد وقت كتير جدا على ما. فقلت له ايه؟ انت مهندس معماري، بحيث ان هو ما يجيبليش معلومات عامه. فرق لي بين العماره العربيه والهنديه من حيث النسب واهم الخصائص. الاجابه اللي جابها لي يعني بص، النسب والحاجات ديت والخصائص والارتفاعات والاقواس والكباب والافنيه الداخليه وكل الكلام دوت، المواد، الحاجات دي عشان اقعد ان انا افهمها بشكل حلو كانت هتاخد مني فتره طويله جدا، فهو وفر عليا وقت كتير قوي. ماشي، جاب لي الاجابه دي، اسكت؟ لا، انت ممكن تقول له بقى ايه؟ انا عايز امثله على العماره الهنديه. يبدا بقى يجيب لي. ما تفتكرش ان الذكاء الصناعي ده تساله يجاوبك وخلاص، لا، ده انت لازم بعد ما تساله تقول له عدل لي الاجابه، لا ده انا مش هو ده اللي انا اقصده. واحد صاحبك وجاوبك اجابه، او واحد شغال معك في الشركه وسالته سؤال وجاوب، فما تاخدش الاجابه وتسكت وتقول ده هو جاوبني كده، لا، انت ممكن تقول له عدل لي الاجابه، لا معلش انا مش هو ده اللي انا اقصده، لا ده انا عايز حاجه تانية، وهكذا.
فلازم تفضل مع الذكاء الاصطناعي لحد ما توصل للي انت عايزه، والاجابه بتاعته مبهره. ليه الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى مشهور رغم ان هو من 1954 وشغالين فيه؟ الفكره كلها ان زمان كان الكمبيوترات مش منتشره والاجهزه غاليه ما كانتش فيه اصلا، وان انت تقعد تعمل حاجه لازم تقعد تبرمج بلغات بس يعني صعبه جدا، الاسكي والسي بلس بلس والحاجات دي كلها. دلوقتي مش محتاج برمجه، انا ما برمجتش حاجه قدامكم، انا دخلت على شات جي بي تي وسالته كاني بسال واحد صاحبي، وفي امكانيه ان انا اكلمه صوت، اساله كده صوت. كنت مع الدكتور وجربنا الموضوع دوت، ان انت تساله صوت، يعني ممكن تقول له انا جعان دلوقتي، قول لي شوف اللوكيشن بتاعي وهات لي اقرب مطاعم ليا، فيبدا ان هو يجيب لك المطاعم الموجوده. ممكن ترفع صوره، تمام، كنت انا صورت صوره السوق واقف، ده سوق مشهور في قطر، وحد كتب لي على الانستجرام الصوره دي معناها ايه او الصوره دي بتعني ايه، فرحت بعت له، بعت الصوره دي للذكاء الاصطناعي وكتب لي، لان انا كنت مكسل اقعد اكتب. ماشي، خلينا نرفع صوره ونقول له اوصف لي الصوره ديت. ماشي، دي صوره كنت بدرس حاجه في الذكاء الاصطناعي اللي هي اشارات المرور، ازاي ان العربيه وهي ماشيه تقدر انها تتعرف على شاشه ان دي ستوب او ان دي اشاره حمراء او كذا. فانا هقول له اهو اوصف لي هذه الصوره، تمام. انا ما وصفتلوش الصوره وما رفعتش الصوره دي قبل كده، يعني الصوره دي اول مره اديها له. فقال لي ان هو ده شارع ومزدحم وفي مباني عاليه، وتفاصيل الشارع، تفاصيل المباني، العلم، الاشجار، الناس، اللافتات، كل الحاجات دي قدر ان هو يوصفها لي. ممكن اقول له ايه، اديني تفاصيل اكتر او اديني تواريخ هذه المدينه، فيبدا يدور اذا كان هو يقدر يتعرف على مبنى من المباني. طيب ده الكلام ده يفيدنا ازاي في السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. طيب قبل ما اقول لك ازاي يفيدنا ازاي، لازم يعني امان عليا لازم ان انا اقولها، ان وسائل التواصل الاجتماعي ليها مزايا كتيره جدا وليها مصايب وخربت بيوت كتيره جدا، فانت لازم تكون حذر معاها ولازم تخليها حاجه تخدمك مش انت اللي تخدمها. يعني لو حسيت ان وسائل التواصل الاجتماعي دي بتبعدك عن تواصل مع الاهل، قلل منها، احكمها، سطب برنامج يقفلها، حس انها بتبعدك عن ربنا، لا حاول ان انت تسيطر على الموضوع، حس انها هتدخلك النار باي سبب من الاسباب، ابدا ان انت قلل وامنع وهكذا. يعني في تطبيقات معينه بتبقى فيها ضررها اكتر من نفعها، فانت لازم تسيطر على الموضوع دوت، لازم تشوف ايه المزايا وايه العيوب، انت تبدا ان انت تقارن. لو ان حاجه مثلا بتشغلك عن الاولاد، او مثلا في ناس كتير كان عندهم بطولات رياضيه وخسروها بسبب انهم انشغلوا بالتواصل الاجتماعي، فلو لقيتها مش قادر انت تسيطر، لا الغيها تماما من الموبايل بتاعك. يعني انا عندي حساب على تيك توك لكن مش مسطبه خالص على الموبايل، ما بسطبوش خالص، بستخدمه بس ان انا ارفع الفيديوهات بتاعتي على التيك توك، انما لا بتفرج ولا اخش ولا حاجه خالص، مجرد بس ابلود للفيديو خلاص. طيب احنا شفنا الشات جي بي تي دلوقتي مثلا ممكن ايه، ما نفترض يعني ان انت مثلا مدرس، تمام، فعايز تحط معلومات معينه على السوشيال ميديا، الهدف ايه؟ يعني لازم تسال نفسك ايه الهدف. الهدف ان الناس تعرفني ان انا بدرس وان انا متقن للماده دي، فخلاص ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي واساله سؤال اكتب لي مثلا كذا، فكتب لي الكلام، اخده كوبي بيست احطه على السوشيال ميديا، غلط جدا. لازم تراجع، لازم تبقى عارف ان الذكاء الاصطناعي اقوى ذكاء اصطناعي موجود في العالم في جزء من الهلوسة، هي اسمها مصطلح علمي كده هلوسة، هو بيهلوس، تمام. فلازم تفترض ان ممكن يكون في معلومة خطأ، فتخيل ان انت مدرس وحطيت معلومة غلط في المنهج بتاعك اللي انت متخصص فيه، تمام، ده كده هيعمل لك مشكلة جدا والناس هتشك فيك، الناس مش هتثق فيك. ما ينفعش تقول لهم لا ده الذكاء الاصطناعي هو اللي غلط، معلش انت اللي حطيت الكلام باسمك وصورتك يبقى انت غلط، تمام. فهي دي اللي لازم تخلي بالك منها، ان اي معلومه هتساله وهتاخدها تبقى انت عندك انت المشكله دي، عندك انت الغلط دوت. فانا ممكن اقول له ايه، اكتب لي فيما لا يزيد عن مثلا 300 كلمه عن مكتبه الاسكندريه. خلي بالك انا ممكن اقول له تخيل ان انت مدرس تاريخ، او تخيل ان انت مهندس جغرافي، او تخيل ان انت متخصص مكتبات. مجرد ان انا قلت له الكلمه دي
الاجابه هتختلف تماما. يعني لو انا قلت له كده في اول حاجه انت متخصص تاريخ، الاجابه هتختلف تماما لو قلت له ان انت متخصص في كتب، فهيركز لي على المكتبه الاسكندريه حاليا والكتب اللي موجود فيها. تمام، الكلام ده بقى تتاكد منه انت راجل متخصص في المجال بتاعك، فتبدا تشوف الاجابه دي مظبوطه ولا غلط ولا ايه. تمام، كنت عملت محاضره كامله عن الجمله دي اللي هي الترجمه السبعينيه للعهد القديم، لان هي مش ترجمه، هي تجميع. تمام، طيب، فده موقع مهم جدا اللي هو الشات جي بي تي، بس نتعلم ان احنا نستخدمه. في شات جي بي تي في حاجه اسمها اكسبلور جي بي تي، دي عباره عن ادنس او اضافات موجوده بحيث ان انت تشوف الحاجه اللي انت بتخص فيها. يعني على سبيل المثال لو انت مدرس هتدخل على الادوكيشنال هتلاقي حاجات خاصه بالعمليات الرياضيه، دي حاجات بقى خاصه ان انت لو عايز تعمل الحسابات الرياضيه بالمعادلات بالحاجات دي كلها هيركز معاك ويديها لك اقوى من لو سالتها لشات جي بي تي العادي. في حاجات خاصه بالبرودكتيفيتي لو انت عايز حاجه خاصه بالانتاجيه وان انت تزود الانتاجيه بتاعتك، ان انت مثلا تديله ملف بي دي اف وتساله ويجاوبك، تعمل برزنتيشن، الحاجات دي كلها. طيب بمناسبه البرزنتيشن خلينا نروح لشات جي بي تي. تمام، هقول له بقى اريد انا عايز اعمل برزنتيشن عرض تقديمي عن مكتبه اسكندريه. ماشي، هو بيقول لي بقى المقدمه يعني لما تيجي تعملها بالشكل دوت. تدمير المكتبه في فيلم اسمه اجوره، اجوره يعني الساحة الواسعة اللي هما بيدرسوا فيها القرارات، كان بيتكلم عن هيباتشي. طيب هو عمل لي كده عرض تقديمي؟ لا، أريد ملف بي بي تي. تمام، فهيجهز لي الملف البي بي تي اللي هو البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت اللي أنا أقدر إن أنا أخده وأعمل عليه برزنتيشن. لكن تاني ما تاخدش الملف وتروح حاطه على الفلاشة وتروح تعرضه، لازم تشوفه الأول شريحة شريحة سلايد سلايد وتتاكد ان الكلام مظبوط، ان مفيش اي غلطات. لو في غلطه مش انا اللي اتحمل المسؤوليه ولا شات جي بي تي، المحاضر هو اللي اتحمل المسؤوليه لو في غلطه في صوره في كذا. ما تاخدش الكلام مسلم بيه غير لما تدرسه وتتاكد منه بشكل سليم. ماشي، اهو عمل لي عرض تقديم اهو، مجرد ان انت تدوس عليه هيحمله لك على الجهاز. تمام، يعني شات جي بي تي من غير ما اسطب اي برنامج ومن غير ما اعمل اي حاجه خالص، في خاصيه ان انت تقول له اعمل لي انا مثلا كنت محتاج ملف اكسل هشرح عليه، قلت له اعمل لي ملف اكسل بالحسابات وكذا، راح عملها لي. تمام، طيب تعالى نبص على البرزنتيشن. انا مش مسطب مايكروسوفت اوفيس، انا مسطب واحد تاني مجاني اوبن سورس اسمه لايبراري اوفيس، فمحدش يستغرب من الشكل بتاعه، بس هو احسن يعني هو مجاني. تمام، ممكن ادخل شات جي بي تي واقول له انا عايز بديل مجاني للبرنامج الفلاني الفلاني، انا عايز برنامج مجاني يكون بديل للفوتوشوب، يبدا يجيب لي البرامج المجانيه اللي ممكن تكون بنفس الجوده. ماشي، فده هو لايبرري الاوفيس. فانت ممكن تبدا تحط الكلام المكتوب هنا، تبدا تحطه مثلا ايه، مثلا طب خليني اقول له ايه، اريد اسئله مع اجابات اختياريه على مكتبه اسكندريه. دي هتبقى على الصفحه بتاعتك، سواء الصفحه بتاعتك على الفيسبوك او على انستجرام او كذا، هتساله السؤال ده اهو وهو بيقول لك الاجابه الصحيحه. ده البرزنتيشن اللي هو اتعمل اهو، مكتبة اسكندرية عرض تقديمي كذا كذا كذا، بدأ ان هو ينظمه لي، وليك ان انت تعدل فيه وتحط الصور اللي انت عايزها وكل حاجة. ماشي، اهو حط لي 7 اسئلة، تقدر ان انت تاخد السؤال ده وتحطه على صفحتك على اللينكد ان. اللينكد ان من اهم الصفحات اللي خاصة بالسوشيال ميديا، ويمكن محدش ذكرها مش عارف ليه، هنتكلم عنها شويه كده سريعا. فممكن تحطها وتلاقي ايه الصفحه بتاعتك بتتفاعل، يعني ممكن تكون عندك 100 صفحه فتقول ايه انا هعمل ميزانيه 100,000 عشان تبدا انها تنتشر من غير ما تدفع ولا مليم، مجرد ان انت
تحط شويه كلام وصور بطريقه معينه تفهم الخوارزميات بتاعه الفيسبوك، تبدا تلاقي الصفحه بتاعتك منتشره، تلاقي اي الاف الناس مشاركه فيها. يعني انا ما فيش ولا مره ولا صفحه عندي دفعت فيها فلوس، لكن الحمد لله كل صفحات عندي فيها متابعات كتيره. يعني مثلا دي صفحتي على اليوتيوب، اليوتيوب من الحاجات السوشيال ميديا الخاصه بالفيديوهات، فعدد المشاركين في حدود 69,500 من غير ما اعمل اي حاجه خالص. عدد المشاهدات 7,500,000، تمام، وده كل ده من غير ما يبقى فيه فلوس ولا حاجه خالص. دي كانت محاضرات عن اعاده الاعمار في غزه، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نساهم فيها، وازاي ان احنا نقدر نعمل ترميم للتراث الثقافي. طيب شات جي بي تي زي ما شفتوا حلو قوي، نفس الاسئله دي لو سالناها هنشوف كذا موقع بيعمل نفس الفكره مع اي سؤال هتساله له. خلينا ناخد مثلا ان احنا عايزين نساله اسئله مع الاجابات، اروح للجيميناي. جيميناي من الموقع برضو القوية اللي انت تقدر انت تسأله ويبدأ يجيب لك الحاجات، جاب لك الاسئلة والحاجات دي كلها. تمام، مكتبة اسكندرية طبعا كان بيتكلم اللغة اليونانية. فانت كده قدرت تبدأ بقى تاخد الكلام كده كوبي من غير ما تبذل جهد، وتحطه في مثلا فيسبوك، لينكد ان، في التويتر، في كذا، عملت تفاعل فالصفحة بتاعتك بتظهر على طول. طيب في برضو كوبايلوت، كوبايلوت برضو تقدر تسأل نفس السؤال، وفي ميزة برضو هتفيدنا دلوقتي هنشوفها، اللي هو ان انت تقدر تعمل صور. يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل صورة لحاجة معينة فهو يبدأ يعمل لك الصور. ماشي، ممكن ندخل على الكوبايلوت. وممكن تستطبه في الابس، يعني تستطبه عندك على الموبايل سواء ايفون او اندرويد، بيديك نتائج كويسه. طيب طيب في موقع عربي اسمه كاتب، الموقع ده جميل جدا، موقع عربي تقدر تسأله أي أسئلة أنت عايزها سواء عربي أو إنجليزي. خلينا أغير لكم الواجهة هنا للعربي. في شات، في إن أنت تعمل ديزاين، يعني تقول له اعمل لي صورة معينة يبدأ إن هو يعملها لك. يعني أنا سألته مثلا قبل كده أنا عايز حملة إعلانية لمنتج لبن يمتاز بأنه طبيعي ودسم، فكانت الإجابة بتاعته جميلة جدا. قلت له اشرح لي تفاصيل مميزة للعمارة الإسلامية، فبدأ يشرح بشكل كويس. أه بدا يقول لي اختيار الاعلان الحاجات دي كلها. طيب ما تيجي نعملها احنا بقى مره كده من البدايه، وممكن تخصصه تقول له انا عايز حمله اعلانيه للانستجرام، عايز حمله اعلانيه للفيسبوك. كل واحده فيهم بتبقى مختلفه تماما، لان هو بيراعي الجمهور اللي هنا بيبقى عامل ازاي والجمهور اللي هنا بيعمل ازاي. طيب خليني مثلا اقول له ان انا عايز تكتب لي مقاله، عايزك تعمل لي مثلا، ممكن اخش معاه في الشات، ممكن اخش معاه في الرايت ارتكل رايت، ممكن اقول له اعمل لي حاجه خاصه بالامازون. ماشي، طيب اقول له صمم لي بوست فيسبوك شرح درس تاريخ الاندلس. فهو لو قلت له فيسبوك غير لما تقول له انستجرام غير كذا. في بقى ممكن تقول له الفيرست بيرسون او الثيرد بيرسون، يعني فيرست بيرسون يبقى انا بتكلم عن نفسي، مثلا انا هتكلم كان انا واحد من تاريخ الاندلس، او ثيرد بيرسون انا شخص بره الموضوع فريندلي. لا ممكن اقول له خليها علميه اكتر او متفائله او بروفيشنال، زي ما انت عايز. هتفرق كتير جدا لما بتختار نبره الكلام نفسه هتبقى عامله ازاي. فبدا يقول لك حدد الهدف وجمع المعلومات تنظيم المستوى. ممكن تقول له طب اكتب لي انت بقى مثال لحاجه زي كده. بيقول لك حاول تكتب ايه الدرس تعلمته من تاريخ الاندلس عشان الناس تتفاعل معاك. التفاعل ده يخلي عدد المشاهدات تزيد ايا كان الهدف بتاعك. يعني ممكن يكون الهدف بتاعك
ان انت بتنشر قضيه او بتعمل دعايه لنفسك، وده مش عيب. ممكن واحد مثلا شغال وظيفه معينه وعايز ناس يعرفوا ان هو شاطر في الحاجه دي فيجوا له وهكذا. طيب دي مواقع متخصصه في حاجه زي كده. في بقى مواقع متخصصه في ناس صمام للصوره، يعني لما احط الكلام يبقى معاه صوره. فانا مثلا هدخل هنا على موقع اسمه ليوناردو. الموقع ده قوي جدا، رهيب، فيه مزايا كتيره جدا. طيب في حد بيسال عايزين مثال ببوست دعوي، ماشي تعال نساله. بس جبناه بيرخم شويه لما يكون حاجه متعلقه بغزه او فلسطين. اريد بوست دعوي، ما ينفعش نسكت وخلاص، وركز قوي لان هو بيحرف في الاحاديث وبيحرف في القران، يعني ما بيحطهاش بين حاجات تنصيص ويلتزم بيها، فلازم تخلي بالك وتتأكد ان هو كاتب الاستشهادات بتاعته صح. اريد بوست دعوي عن التدخين مثلا. الميزة ان انت ممكن تسأله ويجاوب غلط وتصلح له الحاجات دي كلها، تمام اهو. ولا تركوا بايديكم الى التهلكة، تمام. والتدخين هو اعظم التهلكة. بص البوست الدعوي ده انت ممكن يكون عندك المعلومة نفسها فعايز هتحطها في جمله واحده، تمام. هو الذكاء الاصطناعي هنا بيكتبها بشكل رهيب جدا. يعني انا هقول لكم على حاجه، في مره كنت انا شغال بين مانجر وظيفه، يعني اي نكون اللي بتعمل فيه مش عاوز ماشي، فجالي ايميل فانا برد على الايميل فرديت في جمله صغيره. ف قبل ما ابعت سكرتيره للسنه انت تبع ليه ده، انت المفروض تكتب رد بروفيشنال، يعني وصلني الايميل بتاعك و و و الكلام دوت. ففي مثلا موقع بيعتمد بالذكاء الاصطناعي، ده اللي انا بعتمده قبل ما ابعت اي ايميل، ده بيغني عن اي حد اهو. الموقع ده بكتب له الكلام هو يحوله لشكل بروفيشنال، يحوله لي شكل احترافي، الجمل اللي هي فريندلي اللي احنا متعودين نقولها لا بيعملها بشكل كويس. كل اللي عليك ان انت تاخد الكلام كوبي بيست، وهو اوتوماتيك، انا شغال بالنسخه المجانيه مش اللي بفلوس، هو اوتوماتيك يقول يعملها لي بشكل بروفيشنال ايا كان الكلام انت هتكتبه له. يعني بتقول له ايه اي ريسيف يور ايميل، ايا كان في اخطاء ماشي مفيش مشكله، بتقول له هو يبدا يصلح لك الاخطاء الاملائيه، يبدا ان هو يشوف لك الحاجه، يبدا يكتبها لك بشكل اخر. انت تقول له انا عايزها فورمال، عايزها اكاديميك، عايزها سامبل. فالموقع ده كيول بوت، ده من المواقع الرهيبه، ده انا شرحته كذا مره في صفحه اليوتيوب بتاعتي، تمام. عليها 10,000 فيديو بيشرحوا الذكاء الاصطناعي واهميته وازاي انت تعمل منه فيديوهات وازاي ان انت تكسب منه فلوس والحاجات دي كلها. طيب ندخل بقى على الموقع اللي هو بتاع الصور. عندك هنا حاجات كتير قوي، في حاجه مثلا ريل تايم كانفا، ان انا اي حاجه ارسمها هو بيبدا ان هو يرسمها في نفس اللحظه بشكل احترافي. يعني ممكن ترسم انت خطوط وتقول له ارسمها شجر فيرسم لك شجر حقيقي. موشن بيبدا يعمل لي فيديوهات حركه. طيب انا عشان ما اطولش عليكم انا داخل بس على ايمج كرييشن، دي الاساسيه في الموقع. مجرد تكتب له بس حاجه بسيطه تلاقي ما شاء الله عمل لك حاجه احترافيه، تمام. يعني انا بكتب له جمله او كلمه، طبعا كل ما بتوصف اكتر كل ما عمله بشكل كويس. كل ده اتعمل بالذكاء الاصطناعي. هنا قلت له بس ارسم لي ابو الهول في الشارع، تمام. كنا بنعمل حاجه خاصه بالتعليم فقلت له ارسم لي روبوت عربي في قلب الفصل وهكذا. طيب خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز كات بلاي فوتبول ان ايجيبت. هو على فكره متبرمج الذكاء الصناعي متبرمج ان كلمه ايجيبت دي معناها المصريين القدماء، يعني هيحطها مع القدماء المصريين يعني، ماشي. فهو هنا ده اني موديل هتشتغل بيه، لان هو عنده موديلز كتيره. ممكن تقول له انا عايزها بشكل حقيقي، عايزها بشكل كرتون، عايزها جرافيك ديزاين والحاجات دي كلها. كل واحده من دول كانك دخلت على موقع مختلف بيعمل لك حاجات رهيبه جدا. هنا انت عايز كام صوره؟ عايز صوره 2 3 4 زي ما انت عايز. انا برضو شغال بالنسخه المجانيه، كل اللي انا هوريه لكم النهارده مجاني، تمام.
هو كل يوم بيديني تقريبا 150 نقطه، فهم دول كافيين. بص اعمل لي صور بالشكل دوت. ممكن ايه لو انت بس ايه غيرت الطراز تمام، هيجي لك حاجات مختلفه تماما مجرد ان انت غيرت المودلز اللي انت بتشغل بيه. ماشي. طيب ده موقع جميل جدا. الموقع ده ممكن تعمل بيه صور، والصور دي ممكن تبيعها وحاجات زي كده. الموقع ده بقى ميزته، الموقع ده ميزته ان تقدر تحط كلمه زي مثلا ديت. ماشي. ده يعتبر اكتر موقع تقدر تكتب فيه الكلمه والتزم بيها. طيب انا هاخد الكلام اهو كده كوبي، اللي هو ان انا عايز اعمل تاج، ومجرد بس هغير الكلمه بتاعت اهي الكلمه ديت. دي اللي هو بيقول لي تكست اهو. ماشي. اكتب بقى الكلمه اللي انت عايزها. يعني انا هكتب مثلا عمر، وهنا سليم. ماشي. وبعد كده في كلمه ثالثه اللي هي ديت، تلاقيها فين. الميزه فيه ان هو الكلمه بتتكتب لما اي موقع من المواقع الثانيه بيحصل فيها لخبطه في الكلمه. ماشي. طيب هقول له كرييت، مش هيعملها بالظبط، لا هيخلي فيه اختلاف بسيط. يعني الذكاء الاصطناعي مش بياخد كوبي بيست من صوره، لا ده هو بيعدل فيها. طيب الناس بتتكلم انها عايزه الروابط دي كلها. طب انا هديك الكتاب، هتلاقي فيه روابط كتيره لتطبيقات كتيره، واشوف لكم برضو حاجه تكون ايه، هحاول احط لكم الروابط بتاعت الحاجه، او يعني اخش على اليوتيوب القناه بتاعت عمرو سليم هتلاقي الحاجات دي مشروحه بالتفصيل. احنا بس ايه بندي نبذه ازاي انت تستخدمها. ماشي. طيب انت عايز بقى تحط بقى حاجات خاصه بالشغل بتاعك، ابدا إيه اعمل انت حاجات خاصه بالشغل بتاعك. يعني انت شغال ايه؟ للاسف ناس كتير حاجات مختلفه. ممكن مثلا انت شغال مدرس، فهتكتب بقى ايه الاسم المدرسه بتاعتك، او اسم الاكاديميه، او اسم حاجه اللي انت بتعملها، او الحروف مظبوطه والكلام مظبوط وكل حاجه. فانت ممكن تبدا تدخل هنا وتشوف الكلام اللي مكتوب، وتبدا تاخده كوبي بيست، وتبدا تخليه يعمل لك انت التصميمات بتاعتك مجانا بدون اي فلوس خالص. تمام. دي مثلا صور انا كنت عاملها. كنت بقول له مثلا صمم لي مبنى معين. هنا كنت بدرس حاجه في الاستدامه في جامعه المنصوره، فكنت بكتب كلمه sustainability. الحاجات دي صور قديمه، فهتلاقي الكلام فيه ساعات ضارب، انما دلوقتي بقى 100% صح. فالموقع دوت ممكن تعمل، عملت بيه صوره النهارده مثلا، عملت بيه صوره اللي هي مش فاكر ان صوره، لكن عملت بيه صوره ورحت رافعها على موقع من المواقع اللي هي بتبيع تيشيرتات، فبيروح عامل لك التيشيرت، تقدر ان انت تاخد لو حد اشترى التيشيرت دوت بيديك عليه فلوس. تمام. فتقدر تكسب من خلال الذكاء الصناعي. طيب هنخش برضو في موضوع ممكن انت مثلا عندك عايز تعرف معلومات عن الدعوة الإسلامية مثلا، فممكن تسأله عدد المسلمين في كوريا، عدد المسلمين في كذا، ازاي يدعو حد في كوريا. كل دولة بيكون ليها طريقة معينة في الدعوة. يعني مثلا اليابان عندهم فكرة التشاؤم دي مرفوضة تماما، عندهم مثلا في حاجة كده معينة لازم تبقى عارف الشعب نفسه قبل ما تخش ان انت تدعي. تمام. طيب انا هحاول اجري شوية عشان الوقت، عشان الناس مزقش. في موقع اسمه بيوز، ده بيفيدني برضو ان هو بيحلل لي المنشورات بتاعتي. يعني بيحلل لي، بديله مثلا موقع بتاع اليوتيوب وموقع الفيسبوك، فيقول لي افضل وقت تنشر فيه، افضل وقت تنشر فيه. تمام. يعني انا مثلا صحيت الفجر مثلا فعملت فيديو ورفعته. ماشي. فالفيديو دوت عدد الناس اللي موجوده اول، او يعني لما بتحط انت بوست او بتحط فيديو او بتحط اي حاجه، الـ بيبدا يظهر عند الناس في الفتره دي اللي هم فاتحين في الفتره دي. بعد فتره لو في حد نشر بوست تاني، البوست بتاعك بيختفي. فانا لو نشرت الفجر محدش يشوفه، انما لو اتنشر من 7 المغرب مثلا ل10 بالليل، 3 ساعات دول بتلاقي بدات الناس تدخل على فيسبوك كتير، خلصوا شغل وبداوا يخشوا، فيبداوا ان هم يدخلوا. على سبيل المثال مثلا على القناه بتاعتي
هتلاقي في بعض الفيديوهات لسه ما اتنشرتش، يعني انا مسجله ورفعته، والعرض الاول هيبقى في 1/9، ده العرض الاول في 2/9 اللي هو بكره وبعد بكره، تمام؟ فدي الفكره، ان انت ممكن تعمل فيديو وتكتب البوست، وفي برامج بتبدا انها تنشرها لك في الوقت بتاعها، فهنا هيحلل لي الوقت ويحلل لي المنشورات ويقول لي ان الافضل لو نشرت صوره مع الكلام ولا الكلام مع لوحده والصوره لوحدها، يبدا يحلل لي المنشورات بتاعتي. وطبعا بيبقى ليه نسخه مجانيه وليه نسخه بفلوس. يبدا يقول لك والله البوست ده نشرته في الوقت دوت كان تفاعله قليل، فمفروض تغير الوقت. في موقع تاني تمام اسمه هوت سيوت، ببدا اظبط اقول له ايه انت ممكن تجربه لمده 30 يوم مجاني. انا خلينا نجرب كده. بقول له ان انا مثلا عندي البوست اهو، وانا ربطه بالفيسبوك ولينكد ان والتويتر والحاجات دي كلها، اقول له البوست ده احتفظ بيه وانشره يوم مثلا واحد. انا هدخل بالسب كنتش عملت باب كده، انشره على لينكد ان وعلى الفيسبوك وعلى التويتر يوم كذا. فهو بيقول لي ان التكلفه بتاعته كذا كذا، طبعا بيديني فتره مجانيه وبعد كده بفلوس، بس هو عايزني ادخل حساب. طيب او بيقول لك لمده شهر، وبعد الشهر دوت لو تقدر تلغي قبل شهر ما يخلص او هتقدر ان انت تكمل معانا. اول الفكره بتاعته اللي هو السكادول للمشروب بتاعتك. طيب ده بقى موقع حلو قوي اسمه IFTT، ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي رفعت حاجه على اليوتيوب، فبدل ما انا اقعد انشرها مانوال او يدوي على كل حاجه، لا هو بيربط لي كل حاجه بحاجه تانية، لو حصل كذا اعمل كذا. طيب هقول له كونتينيو، بيقول لي انت ممكن تستخدم في ان انت تدير البيت بتاعك. يعني ايه؟ يعني اربطه بجهاز التكييف بتاعي مثلا. ليه بقى اربطه بجهاز التكييف؟ اول مره من البيت هو اوتوماتيك يروح مشغل تكييف، اول هو الجي اي اس يبدا يدرك ان انا قربت البيت 50 متر، فبدل ما التكييف يبقى شغلته اليوم، لا يبدا ان هو يشغله اول مره. ماشي. طيب ففكرته جميله جدا، في حاجات كتير خاصه بالذكاء الاصطناعي مرتبطه بيه. خليني اقول له ان انا عايز ادور على حاجه خاصه باليوتيوب، تمام؟ فكرته اقول له لما هرفع يوتيوب انشر على تويتر اوتوماتيك، لما ارفع على انستغرام انشره في التويت اوتوماتيك. يعني اهو مثلا تويت يور انستغرام از ناتيف فوتو ان تويتر، يعني هياخد الصوره، مش هيحط اللينك بتاع الانستغرام، لا ده هياخد الصوره نفسها اللي اترفعت على الانستغرام ويحطها لي على التويتر. ماشي. طيب في بقى حاجات، يعني دي حلوه، دي خاصيه توفر عليك وقت كتير قوي، ان انا مش هروح عندي صورت صوره حلوه مع الدكتور مثلا، فاروح ايه ارفعها على اليوتيوب وبعد كده ارفعها على تويتر وبعد كده ارفعها على انستغرام. عملت انت صوره دعويه، صوره بتقول يا اخوانا ده حديث اهو، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا عني ولو ايه، فبدل ما تقعد تنشرها في كل حته، لا هترفعها مره واحده. فانا اقول له مثلا انا عايز الحاجات الخاصه بالانستغرام، في كذا واحده بيقول لك ايه انا هنشرها لك على طول في كل المواقع. هنا بيقول لي ايه ارفعها انت بس على الانستغرام وانا هاخد لك منها كوبي واسيبها لك على الدروب بوكس، بحيث لو حصل حاجه على الانستغرام انت معاك كوبي منها. هنا بيقول لي اول ما تنشر حاجه على الانستغرام هتتنشر اوتوماتيك على الفيسبوك. كل الحاجات دي حاجات بتوفر معاك الوقت. ماشي. عندك مثلا الوورد بريس يبدا ان هو ينشرها هناك. طيب في حاجات بيبقى فيها اكتر من حاجه في نفس الوقت، فانا بدور لك على حاجه زي كده، بحيث ان انا اقول له ايه ارتبط بالتويتر والانستجرام والحاجات دي كلها، تمام؟ طيب خليني اقول له تويت يور انستجرام فيديو، بوست يور انستجرام. طيب خلينا نقول له انستجرام تويتر. هيقول لي ايه اديني صلاحيه ان انا ادخل على تويتر واديني صلاحيه ان انا ادخل على الانستجرام. فيديو انستغرام. طيب هنا ماشي.
بقول له كونكت، هيقول لي افتح لي الانستجرام اديني صلاحيه ان انا اقرا الانستجرام بتاعك واديني صلاحيه ان انا انشر على ترمبل. انت هتعمل له اعداد مره واحده لكن طول الوقت هيفضل شغال معاك. هقول له خش على حساب عمر سليم بقى ليه صلاحيه ان هو يقرا اللي موجود على الانستجرام. الانستجرام ما بيقبلش ان هو ياخد حاجه من تويتر، هو ينشر على تويتر وينشر على ترمبل وينشر على كل الحاجات دي، تمام؟ فبديله صلاحيه ان هو يتواصل معايا دايركت. اللي ممكن ينشر بوست الفيس على الجروبات كثيره اللي هو الموقع اللي احنا لسه قافلينه دلوقتي اللي هو هوت دوت. بس هو مشكلته ان عشان تاخد صلاحيه جروبات كثيره او بينشر لك على واحده او اتنين لازم يبقى بفلوس، تمام؟ هدخل بقى بالحساب بتاعي على ترمبل كده، انا ربطت اي حاجه انشرها على انستجرام تتنشر على طول على الموقع دوت اوتوماتيك من غير ما انا بدخل ولا بص ولا حاجه خالص. انا عامله مثلا اول ما ارفع فيديو على اليوتيوب بياخده اوتوماتيك ويبدا ان هو ينشره كده. ده ترمبل ده يعني زي منصه بتنشر عليها الحاجات بتاعتك، فهو اوتوماتيك هيبدا ياخد الحاجه ويبدا ان هو ينشرها هنا، ماشي؟ فالموقع ده مهم قوي اللي هو اسمه اي اف تي تي، ونفس الفكره برضو في الموقع دوت. الموقع ده زي ما انت شايف بيربط كل حاجه بالحاجات التانيه، يعني ممكن تقول له ايه اربط لي الايميل، لو جالي ايميل من شخص معين انشره اوتوماتيك على الموقع ديت، او لو انا نشرت حاجه على الفيسبوك ابدا انشرها على التويتر. خلينا اقول له ساين اب او لوج ان. هي نفس فكرة الـ IFTT، بقول له لما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل كذا اعمل كذا، ماشي؟ أنا هدخل بحساب، بعد كده بقى تنشر براحتك. كل ما تنشر حاجة على موقع واحد هينشرها في كل حتة. يعني أنت مثلا عملت فيديو حلو دعوي، تمام؟ أو عجبك فيديو حلو دعوي مثلا للشيخ شعراوي فرفعته، هو أوتوماتيك هيبدأ إن هو ينشرك في كل مكان، كل المنصات اللي انت مسجل فيها. هو انا بيسألني الشركة بتاعتك قد ايه وعدد الناس اللي فيها، شوية اسئلة كده، تمام؟ ممكن اختار بعض الحاجات سكيب كويشن، دي اهم التطبيقات اللي هو بيشتغل معاها، تمام؟ وبعد كده بيقول لي اختار التمبليت، يعني في حاجات جاهزة لما يحصل كذا يحصل كذا، تمام؟ يعني لو حد نشر حاجه على موقع تبدا ان انت تتفاعل معاه، ماشي؟ هنا مثلا كل ما نشر حاجه على الفيسبوك هياخد منها كوبي ويبدا يحتفظ بيها بجوجل شيت، ان في فيديو بيتكلم عن كذا وفي بوست بيتكلم عن كذا، تمام؟ بيقول لي انت عايز تعمل ايه الاوتوميت. الاوتوميت دي حاجه رهيبه جدا، يعني في اي حاجه انت بتشتغل فيها دور على الاوتوميت اللي هي حاجه تحصل معاك تلقائي. هقول له مثلا اليوتيوب، تعمل سيرش. قال لي بقى ايه ممكن يعمل لي ايه، اول ما انشر حاجه على اليوتيوب ياخد منها كوبي ويعمل لها باك اب على 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 جوجل درايف. فدي حاجه كويسه ان انا بقى عندي نسخه من كل حاجه انا بشتغل بيها. ده اللي انت عايزه ولا حاجه تانية؟ لا مش عايز ده، ابدا ادور على حاجات. في حاجه اسمها ديسكفر، ابدا ادور. وممكن اعمل كرييت من الصفر، ابدا اقول له اربط لي دي بدي، فهيقول لي اديني صلاحيه للدخول على الحساب ده وصلاحيه الدخول على الحساب ده، تمام؟ دي حاجات موجوده جاهزه اهي، تقدر انت تختار منها مثلا اللي انت عايزه. مثلا اول ما انشر حاجه على الانستجرام حطها على الفيسبوك، تمام؟ اول ما ابعت حاجه في فيديو يوتيوب حطها على القناه بتاعتي على الديسكورد. الديسكورد ده مجاني تقدر تنشر فيه زي ما انت عايز، ماشي؟ فكل الحاجات دي يعني بتوفر عليك وقت كتير جدا، بتعمل لك باك اب للشغل بتاعك من غير ما تدفع فلوس. هتلاقي القناه بتاعتك الصفحه بتاعتك بيبقى منتشره كل حاجه، تمام؟ طيب ممكن تقول له مثلا اربط لي الاثنين دول ببعض، هيقول لك اديني صلاحيه لدي ودي واوكي يبدا يربطهم ببعض. فالاول كنت لازم ايه ترفع حاجه على اليوتيوب، وبعد كده ترفع على انستجرام، وبعد كده ترفع على الفيسبوك، وبعد قصه طويله. هنا هقول له بس ايه كونكت كده بده ساين ان، اديله صلاحيه على الحساب بتاع انستجرام وصلاحيه على الفيسبوك، هو يبدا يعمل تجربه
ويتأكد ويقول لي خلاص الاثنين ثلاث طبعات. وليك ان انت طبعا تكتب كلمة معينة، تحط حاجة تبقى اساسية في اي حاجة تنشرها زي ما انت عايز. طيب كده خد هو الانستجرام، ناقص ياخد ايه بقى؟ الفيسبوك. يقول لي حدد بقى ان صفحة انت عايز تربطها. يبقى انا عندي حاجة اسمها ايفنت وعندي حاجة اسمها تريجر، فيبدأ ان هو يربطهم الفيسبوك بيه. هنا بقى يقول لي طب انت عايز تربطها بقى صفحة بالصفحة دي. طب انت عايز تاخد ايه من الانستجرام؟ عايز اخد البوست نفسه، خد البوست وابدأ انشره على الفيسبوك. ممكن تقول له انا عايز اللينك، لا ده انا عايز الكلام، ده انا عايز الصورة. تحدد ايه اللي انت عايز تنشره. بقول له انا عايز اعمل ريكونكت على الصفحه بتاعتي، فيقول لي انا الصفحه، هتجيب لي كل الصفحات وابدا اختار الصفحه اللي انا عايز اربط بيها. كونتينيو، هيقول لي انا صفحه عندي كذا صفحه، فهو يبدا يعملهم لي مثلا صفحه بيم اريبيا. طيب عايز تحط صوره معينه ولا مش عايز؟ طب تقدر تختار بقى الصوره اللي انت عايزها. انا هاخد الصوره من حساب على انستجرام. اي واحد جديد هتبدا ان انت تاخده، تحدد بقى ان واحد اللي انت عايزه، وهكذا تبدا تربط الاثنين ببعض. ونفس الفكره برضو موقع اسمه ميك، تمام؟ الموقع دوت برضو بقول له ايه التريجر بتاعي وايه الحاجه الاكشن اللي تحصل. يعني مثلا لما يجي لي ايميل تحطه مثلا في كذا، لو انا سالت سؤال لشات جي بي تي الرد بتاعه تاخده وتنشره على الفيسبوك على طول، تمام؟ في ناس بتعمل كده على اساس ان هو ايه كل ما يسال سؤال تروح هناك. التليجرام، لو جات لي رساله على التليجرام من الدكتور مثلا، ابدا ان انت تنشرها على الجروب مثلا بتاع الفيسبوك. فهي دي الفكره، مجرد ان انا بقول له اربط لي دي بدي، فاوتوماتيك اول ما يحصل حدث ينفذ الحاجه اللي انا عايزها. ماشي. طيب اهم حاجه عشان ان انت تلاقي الصفحه بتاعتك فيها كتير، الالتزام. الالتزام يعني تلتزم ان انا هنشر كل اسبوع مره في الاسبوع الساعه 7 مثلا، ما تتغيرش عن كده. يعني الناس اللي هم بتوع اليوتيوبر بيبدا ان هو يظبط نفسه ما ينشرش في اي وقت، لا هو بينشر في وقت محدد الناس مستنياه، تمام؟ تلاقي مثلا بينشر يوم في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، ممكن يقول لك ايه اثنين وخميس مثلا او يوم الجمعة. يعني لازم يكون في وقت جرب هو نشر كتير وشاف اغلب المتابعات بتبقى يوم ايه، فهو ده اليوم اللي بيختاره عشان ينشر فيه. ماشي. لا هو مش بيطلب الباسورد، هو اوتوماتيك ما دمت انت داخل من نفس الحساب بتاعك هو اوتوماتيك بيربط نفسه بيه، بياخد اذن ويبدأ ان هو يركز معاه، تمام؟ ده مثلا هو موقع بيخليني اعمل الفيديوهات، مجرد ان انا بكتب له ايه الحاجة اللي انا عايزها. يعني مثلا هقول له الاستدامة او المباني الخضراء او الصداقة، وتقول له اعمل لي. هو بيسألك انت عايزها بالعربي ولا بالانجليزي ولا بأني لغة، في لغة كتير جدا، تمام؟ بيقول لي انت عايز تعليم ولا موجه مخصص ولا كذا، هيعمل لي الفيديو بمجرد ان انا كتبت له كلمة واحدة، تمام؟ انا كتبت له كلمه واحده ما كتبش كتير. يبدا يعمل لي الفيديو وبعد كده احط له عليه الصوت اهو، وبعد كده احط لي الصور وكل حاجه انا عايزها. تقدر تختار بقى الصوت اللي انت عايزه. في يوم من الايام في قريه صغيره كان يعيش رجل عجوز يحكي اجمل القصص عن الازمان، تمام؟ فبقى عندي الفيديو اقدر ان انا احمله على اليوتيوب، احمله على التيك توك، احمله على انستجرام، اعمل له تحميل عندي على الجهاز وبعد كده ارفعه براحتي. كل ده انا ما كتبش كلمه واحده، فعمل لي فيديو بالعربي تقدر ان انت تشتغل عليها وتعدل فيها وتختار الصور. الموقع اسمه اهو، هحط لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. الاحسن منه بقى، الاحسن منه موقع اسمه موشن، ده انا بحبه جدا، عملت منه فيديوهات كتير جدا. ماشي، هوريكم ازاي تعملوا منه فيديوهات احترافيه. هسيب لكم برضو الرابط بتاع الفيديو. الموقع ده بكتب له كلمه واحده الاقيه عمل لي فيديو كرتون انيميشن بشكل قوي جدا. اوريه لكم.
الانستجرام. ده مثلا البروفايل بتاعي على الانستجرام، عملت بيه فيديوهات قوية جدا. يعني ده فيديو مثلا عن الاكسكيوشن بلان، ازاي ان احنا ننفذ خطة المشروع والمباني والحاجات دي. ده فيديو عامله عن تعلم البرمجة للاطفال، ده فيديو عن الحضارة المصرية، ما خدش مني غير كلمة واحدة، انا كتبت له بس ايه الحضارة المصرية، فعمل لي الفيديو دوت وركب لي عليه الصوت وعمل لي عليه السبتايتل. كل الكلام ده انا كتبتوش غير كلمة واحدة بس، تمام، كتبت له قدماء المصريين، لان كلمة فراعنة هي كلمة خاطئة يعني الى ابعد الحدود. خلينا اوريك الموقع اللي احنا كنا بنتكلم فيه، موشن. هو دخل على ديسكورد. طيب خلينا نخش موشن. انا بكتب له كلمة واحدة يعمل لي فيديو رهيب جدا، بقدر ان انا يعني انشره بشكل حلو قوي. اهي مصر، ده معمول هو بالعربي، تمام، مجرد اقول له نيكست يبدا ان هو يعمله لي، ماشي. وتقدر ان انت تتفرج على الفيديو اهوت فيديو كاملا، هي دي 5 ثواني في 5 ثواني في 5 ثواني وهكذا، ويركب لي عليه الصوت والحاجات دي كلها. طيب خليني اقول لك انا بعمل ايه. كل اللي انا بعمله بقول له جنريت فروم برومت مشروح بالتفصيل على قناه بيم اريبيا، بقول له قدماء المصريين، اقول له اعملها على شكل كرتون او على شكل انمي او على شكل كوميك، واقول له جنريت، يبدا بقى ياخد الكلمه اللي انا قلتها ويوديها للذكاء الصناعي ويعمل لي كذا سيناريو، ويبدا السيناريو اللقطه الاولانيه، المشهد الثاني، المشهد الثالث، لحد ما تلاقي مشهد كامل في الموضوع دوت. ودي الفيديوهات اللي اتعملت، يعني كلام حقيقي اهوت، تمام. خلينا ده مثلا عن ابل، شركة ابل. هنا مثلا عن البرمجة، تعليم البرمجة، انا بدي كورسات تعليم الاطفال الذكاء الاصطناعي والبرمجة. الذكاء الاصطناعي ده ما كانش بيقدر حد يفهمه غير اللي بيدرسه في الجامعات والدكاترة في الجامعة. دلوقتي بيدرسوا الاطفال عندهم 5 6 سنين بشكل هايل، يقدروا ان هم يفهموا البرمجة والكود والحاجات دي كلها، تمام. الكرتون ده كله اتعمل بشكل تمام، وتقدر انت تعدل فيه زي ما انت عايز. شرحنا البيكتو بلوكس، شرحنا الكود، وشرحنا الاليس، البايثون، الحاجات دي، سكراتش، تينكر كاد، اليس، كل الحاجات دي مشروحه للاطفال لان الموضوع اصبح سهل جدا. بص ده الفيديو اللي احنا لسه بنعمله دلوقتي، تمام. عمل لي اهو كام سيناريو، عمل لي 16 سيناريو، 16 لقطه كتب لي فيها الكلام وحط لي صوره. كل صوره من دول هقول له انيميت، في عندي انيميت اول بس لسه ما اتفعلتش. يعني بتقول يعني هقول له اعمل لي كل لهم فيديوهات. فبعد كده يبقى عندي فيديو 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 16 فيديو، كل فيديو فيهم 5 ثواني، هقول له نيكست، يطلع لي بقى الفيديو ويطلع لي كل حاجه ويطلع لي الهاشتاجات بتاعتها والحاجات دي كلها، تمام. طيب في منصه وهذا جائز بالعربي برضه يا استاذ. ممكن بالعربي، بس هو ساعات بيقلش منه بالعربي، فانا بخليه يعمله خلاص بالانجليزي واترجمه، اترجم كل فقره بجوجل ترانزليت او اي حاجه، وابدا ان انا عملت كذا فيديو بالعربي، تمام. يعني اعتقد ان الفيديو ده بالعربي. معلومات البناء بم نهدا مهما وتحويليا في صناعات الهندسه المعمارية. هبعت لك اسم الموقع، حاضر، ماشي. فدلوقتي اصبح الموضوع سهل جدا ومش محتاج اي مجهود خالص. الموقع اسمه موشن، تمام. انا هحط لك رابط عشان ايه ما تخش الموقع تاني. طيب يبقى احنا قلنا عشان تنتشر على السوشيال ميديا شويه مواقع ممكن يفيدوك، المهم الالتزام، المهم تراعي كل موقع ايه المحتوى بتاعه. يعني لينكد ان بروفيشنال شويه او رسم شويه، فلازم تكون المعلومات موثقه بشكل حلو. تحط الهاشتاجات، ايه الهاشتاجات دي؟ يعني انا مثلا جيت هنا، ده صفحتي مثلا على لينكد ان، عايز انشر حاجه، اخلي بالي وانا بنشر ان الكلام يكون اكاديمي، كلام علمي، يعني مركز قوي في الحاجه المعماريه. وبعد كده بحط هاشتاج، الهاشتاج دي عباره عن
ان انا بحط لينك لكل المقالات اللي مشتركه معايا في الحاجه دي. يعني انا عملت مثلا خليت الذكاء الاصطناعي يكتب لي الكلام دوت ماشي. خلينا نخش مثلا على جيميناي اهو واقول له اكتب لي مقال بالعربي عن العمارة الإسلامية في مصر مع الهاشتاجات. الميزة ان لو في اي غلطة هو بيعديها، يعني لو كتبت اي كلمة غلط هو بيفهمها. فكتب لي هو العمارة الإسلامية في مصر، وكتب لي الأمثلة، وكتب لي كل الكلام ده، وحط لي هاشتاجات. لو اي حد داس على كلمة العمارة الإسلامية هيفتح له كل الصفحات اللي ليها علاقة بالعمارة الإسلامية. لو اي حد تاني نشر مقالة ليها علاقة بالعمارة الإسلامية وداس عليها هتظهر له المقالة بتاعتي، تمام؟ فانا ممكن اروح جايب شوية هاشتاجات مشهورة او منتشرة، او يعني تويتر بيقول لي ايه احسن هاشتاجات، في موقع بتقول لي ايه افضل الهاشتاجات، لكن هنا بيديني حاجة ممتازة جدا، تمام؟ بيديني حاجة قريبة قوي قوي من الحاجة بتاعتي، ماشي؟ طيب هاخد الكلام ده كده كوبي مع ملاحظة حاجة، ان انت لازم تكتب ان ده مكتوب بالذكاء الاصطناعي، تمام؟ عشان الناس ما تنخدعش بيه، او يعني ذوقيا ان انت ما تكونش بتكتب عليهم ونسبت لنفسك حاجة انت ما عملتهاش. المقال مكتوب بالذكاء الاصطناعي. تمام؟ فدي حاجة مهمة، السطر ده يفرق او يفرق. طيب انت عايز تحط صورة، اروح داخل كده، عايز انا بقى عن العمارة الاسلامية في مصر، ابدأ اقول ايه، اروح مثلا هنا واقول له انا عايز اسلاميك اركتكتشر. تمام؟ هو لو في اي غلطة برضو ايه هيعديها، الناس لو عديها ماشي. فيعمل لي صور، انا بقى ابدا اختار، ولو في صوره مش عجباني ابدا ان اعملها. يعني في طبعا ناس معانا مدرسين فممكن يقول لك الذكاء الاصطناعي ده هيخلي الطلبه تغش. انا كنت بدرس في الجامعه وكنت بخلي الطلبه اشرح لهم ازاي يستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يكتبوا الواجب او الحاجه اللي انا طالبها منهم، لكن بقول لهم يا اخوانا ما تخليش الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل لك الواجب، خليه يعمله وافهم منه عملها ليه وازاي وفين. يعني كنا نعمل الصوره وبعد كده افتحها لهم واقول له اكتشف لي الاخطاء اللي في الصوره ديت. تمام؟ انت مش انت هتشتغل، هو زي ما قلنا لكم ليوناردو عنده مشكله في الكتابات، تمام؟ فايه الغلطه هنا مثلا؟ العمود ده مش مظبوط مثلا، لا التراث ده مش متوافق مع التراث ده، ما فيش حد بيكتب بالشكل دوت مثلا، شكل القبه مش هو شكل، وهكذا نبدا ننتقد الحاجه. تمام؟ هاخد الصوره كده واحطها في لينكد ان ماشي. هيبدا بقى يحط لي الصوره، او ممكن انت تسحبها، او ممكن تعملها داونلود وترفعها. فانا كده هنشر حاجه بروفيشنال شويه، مكتوبه بشكل كويس، فيها الهاشتاجات بتاعتها، فيها الكلام، كتبت ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي فما كدبتش على حد. تمام؟ اقراه كويس، اتاكد ان هو مظبوط، وبعد كده اعمل بوست. ممكن من هنا تختار سكيدول فور ليتر، يعني انا دلوقتي الوقت مش مناسب للنشر، انشروا لي بكره الساعه 7. فدي من حاجات البروفيشنال. تمام؟ طيب الفيسبوك بتحاول تنشر الفكره بتاعتك، يعني انا مهتم، ما بزعمش ان انا شاطر في حاجه زي كده، مهتم بالعماره في فلسطين فببدا انشر فكره عنها، ازاي ان احنا التجارب في اعاده الاعمار في فلسطين وهكذا. طيب اليوتيوب بتعمل الفيديوهات، طريقه النشر هنا مختلفه عن هنا عن هنا، بتبدا ان انت تنشر وتشوف مثلا كتبت حاجه مش تبدا تصلح نفسك. المهم ان انت تلتزم بان انت تنشر مره كل اسبوع، تبدا تشوف الجروبات وتنشر زي ما الدكتور بيقول، بس راعي ان ما ينفعش مثلا جروب بيتكلم عن الكوره وانت تتكلم في موضوع تاني خالص، يعني حاول تربط بين الاثنين، يعني اتكلم مثلا على وتريكا مثلا واخلاقه في الاسلام وحاجات زي كده، اتكلم ان الاسلام بيشجع على الرياضه والحاجات ديت، بحيث ان لو انت نشرت موضوع مختلف تماما عن اتجاه الجروب هتعمل لك قفل، ولما كذا حد من كذا جروب يعمل لك حظر حسابك على الفيسبوك مهدد ان هو يتقفل. تمام؟
طيب في موقع بيستغل الذكاء الصناعي، ده موقع اسلامي. في مواقع اسلاميه كتيره جدا بتستغل بالذكاء الصناعي، ده موقع منهم، وهشوف لكم موقع تاني. الموقع ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي بدور على الحديث، ولكن انا مش فاكر لفظ الحديث ايه، تمام؟ فهنا لازم اكتب نص الحديث. طب انا اقدر مش فاكر الكلمه نفسها، انا بدور على كلمه ومش عارفها، فالذكاء الاصطناعي اكتب له الموضوع، اقول له مثلا انا بدور على حكم لبس الحرير. ده لو دخلت على الحديث وقلت له دور لي على الحديث عن حكم لبس الحرير مش هيجيب لك، انما هنا حكم لبس الحرير هيبدا يدور لك في الحديث ويبدا ان هو يجيب لك. ماشي. طيب ده من ضمن الحاجات اللي انت تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. في برضو مصاحف بتبقى يعني في مصحف اسمه تمكين، تمام؟ انا هسيب لكم برضو الرابط دوت عشان ايه الناس تستفاد منه. في موقع في تمكين ده لحفظ القرآن. ده بيستغل الذكاء الاصطناعي في ايه؟ تمكين حفظ. هو بيبدأ يجيب لك، بيجيب لك الصفحة والكلام مش مكتوب، وكل ما تقول آية هو بيبدأ يحلل انت قريت صح زي ما مكتوب ولا لأ، ويعمل لك يبدا الكلام يظهر لو انت كاتب صح. لو كتبت غلط، لا مش هو ده المصحف. هو دوت، تمام؟ فهو في ذكاء صناعي ان هو بيقارن بين الكلام اللي انت قلته والكلام المسجل، ويبدا يقول لك ان لا انت غلطت في الايه دي، فما يعدلكش. تبص كده لحد ما تفتكر الايه وتبدا ان انت تقرا منها بشكل صحيح. فده هيساعدك كتير جدا جدا في موضوع الحفظ، بالذات لو انت ما عندكش حد تحفظ معاه. الذكاء الصناعي بيبدا يفهم صوتك ويبدا يقارن ويبدا يشوف هل انت فعلا بتقرا صح ولا غلط، تمام؟ من ضمن الحاجات ان انت الصفحه بتاعتك لو حد سال سؤال تجاوب عليه، يعني التفاعل ده بيخلي الصفحه بتاعتك تظهر كانك دفعت فلوس، يعني مجرد ان انت تفاعلت مع شخص ورديت على السؤال بتاعه حتى لو اجابه بسيطه، ده بيخلي الريتش بتاعك او وصولك للاخرين افضل من غير ما تدفع اي فلوس خالص، مجرد ان انت ملتزم بتنشر في المواعيد المظبوطه، بتراعي ان انت تنشر في وقت الناس كلها تكون موجوده على السوشيال ميديا، ان انت تتفاعل مع المتابعين ومع المؤثرين. يعني ابو تريكه مثلا تدخل تكتب كومنت عنده فناس تدخل على صفحتك، ده هيزود الناس اللي بتتابع الصفحه بتاعتك. تمام كده، انا كده خلصت. لو حد عنده اي اسئله. رابط حفظ القرآن، حاضر. أنا بحاول إن أنا أجيب رابط، هبعته لك، حاضر. المشاركات إن شاء الله برفع الأيدي ولا تزيد عن دقيقة. تفضلي أستاذ هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكور ومقبول باشمهندس عمر على المعلومات الطيبة. كنت بس عاوزة يعني سؤال واستفسار. السؤال ما أنا زي ما بدي الذكاء الاصطناعي أي سؤال عن العودك والضوابط اللي حضرتك دخلت معنا فيها هذه، لابد إن إحنا بنصغها كهندسة أوامر. احنا ازاي اصغله؟ سؤال صح، هيبتدي يديني تخصص اكثر او الشيء اللي انا محتاجاه بشكل افضل. بس احنا بنحكي بدور تدريس تدريس للطلبه وكذا، فببقى محتاجه المعلومه الدقيقه او يعني كما نقول هي عقليه التوسع. الامر الثاني ما شاء الله الروابط اللي حضرتك قلت عليها فعلا احنا محتاجينها جدا، وايه المضار اللي احنا عمالين نتكلم ما شاء الله على ايجابياتها؟ في مضار برضه ناخد بالنا منها، الواحد يبقى حريص. طيب الاضرار بتاعه الذكاء الاصطناعي اكتر من حاجه. في مثلا ان احنا نعتمد عليها اعتماد كلي وما نشغلش دماغنا. بالمناسبه يعني من فتره في رساله بحثيه اتعملت من 8 من يعني اعتقد 10 دكاتره، 5 منهم ان هم الكتاب وخمسه ان هم راجعوا، تمام؟
يعني مفروض ان في 10 دكاتره شاركوا في البحث دوت، والبحث كان حاجه طبيه خاصه بالمخ او بالقلب، يعني حاجه دقيقه جدا. وفوجئوا ان بعد يعني ان مكتوب كده شات جي بي تي لما بساله سؤال هو مش عارفه فبيقول لي انا مجرد يعني نموذج لغوي والمعلومه دي مش عندي، اللي هو موجوده في الرساله. يعني معنى كده ان الناس الافاضل دول ما قروش الرساله كويس، خدوها كوبي بيست ونشروها. فدي خطر كبير جدا، ان مثلا مدرس بيجهز درس فقال له اكتب لي درس عن الناصر صلاح الدين الايوبي، هو دخل ذكاء صناعي بيدور فلقى حاجات عن فيلم الناظر. الكلام انا مش بهزر، ده كلام حقيقي، ده في رسائل في الموضوع ده اللي هو الهلوسه، هياخد الكلام بتاع الناظر فيلم الناظر ويحطه في الاجابه، وانت تنشر الكلام او تقوله للطلبه او تبعته للطلبه. لان انا ما اهتمتش ان انا اقرا كل حاجه قريتها، انا بقول للناس اللي بيدرسوا معايا استعين بذكاء اصطناعي، لكن لما نيجي نقعد مع بعض واسالك سؤال تبقى فاهم انت كتبت ايه. يعني انا والدي كان في هندسه، يعني كان في كليه هندسه يعني بدون ذكر الجامعه، والدكتور كان بيشرح لاربع طالبات وقال لهم في 8 اسئله هديها لكم، 4 منهم يجوا بالامتحان، وكتبها بخط ايديه. فبدل ما هم يذاكروها راحوا لمكنه التصوير وصوروها. يعني حد متخيل اللي حصل؟ صوروا الاجابه بخط الدكتور ودخلوا الامتحان وحطوا الورق في قلب، يعني شافوا اني اسئله اللي جت وحطوا الورق اللي متصور بمكنه التصوير في قلب ورقه الاجابه، فالدكتور سقطهم. فاحنا مشكله ان الطلبه والمدرسين وانا وكلنا نعتمد على الذكاء الصناعي، ما نبصش على المنتج اللي طالع ونبدا ان احنا نركز الكلام سليم مش سليم، الحاجات دي كلها تمام. فننتبه بس ان احنا ما نعتمدش عليه بالذكاء الاصطناعي بشكل قوي، والا هيجي في وقت الخلايا بتاعت الدماغ اللي بتفكر تقف، ما حدش بيستخدمها. استاذه بهيجه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه المحاضره المفيده والممتعه، حمستوني ان نخدم بالذكاء الاصطناعي. انا عامله قناه ديالي على تيك توك، وكنت مستهدفه الناطقين بغير العربيه، عامله فيها تجويد القران الكريم دروس باللغه الانجليزيه، لكن احيانا تيستعصى لي المونتاج ديال الفيديو، تنخصني ان نختار الوقت اللي غنعمل فيه الفيديو يكون فيه الهدوء ويكون فيه الجو مناسب، وبعد ذلك تلقى صعوبه في المونتاج، تنطلب من بناتي هما اللي عملوا لي المونتاج، وحاليا انا توقفت لان اجد صعوبه في هذه المساله. انا متحمسه لاعطاء الدروس على القناه، لكن المساله التقنيه شويه تزعجني احيانا. هو دلوقتي بدات فهذا الذكاء الاصطناعي يمكن يفيدني في هذه المساله، ياك استاذ. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بدا يبقى في برامج متخصصه في تقطيع الفيديوهات، في ان هو ينقي الصوت. شركه ادوب اللي عامله الفوتوشوب عملت موقع مجرد ان ارفع له الصوت يبدا ينقي الصوت بشكل حلو قوي. اوديو ادوب عامله الموقع، مجرد ان انا بس ارفع الفيديو هو يبدا ان هو يدولي نقي بدون اي حاجه خالص، وهو من غير فلوس، هو مجاني وسهل جدا في استخدامه. اللينك ديالو استاذ الابلكيشن. حاضر تمام. شكرا. الهانس سبيتش. مجرد ارفع له اخر مره. تفضل هتقدر تقول تفضل اخر مشاركه ان شاء الله. استاذ احمد تفضل. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس، بنشوف فيديوهات للاعيبه كوره او لممثلين بيتكلم عربي وبعدين يتكلم اسباني وبعدين يتكلم انجليزي وبعدين يتكلم فرنساوي، بتتعمل بالذكاء الاصطناعي. بص يا استاذ فاضل، فهل حضرتك الموضوع سهل جدا وبسيط دبلجه تمام. في مواقع كتير بتعمل الموضوع دوت وبيديك حاجات مجانيه، او مثلا موقع اسمه rask.ai، في موقع اسمه دوت اهو بيبركب تمام. في موقع هو بيترجم لي ل 130 لغه تمام، يعني اسمه rask.ai.
خلينا افحولك اوريك الفيديو اهوت. تمام، بيترجم ل 130 لغه. مجرد ان انت تديله اي فيديو مثلا للشيخ الشعراوي لاي حد وتقول له ترجم، يبدا ان هو يجيب لك الدبلجه، يعني صوت نفسه اتغير. ماشي، اه اوريك الفيديو، اسرحه لك بس شويه. كل اللي عليك ان انت بترفع الفيديو وتختار ان انت عايزه بأنهي لغه، فرنساوي، اسباني، روسي، كوري، زي ما انت عايز. تمام يا باشمهندس. تمام، هسيب لك الرابط اهو اسفل الفيديو عشان ايه، الموقع ده مهم جدا يعني. جزيل الشكر يا باشمهندس. انتهيت مهندس عمر، حضرتك انتهيت الان صح؟ نعم. حضرتك انتهيت؟ لا انا خلصت، لو حد عنده اسئله تحت امرك. دكتور حسام تفضل. دكتور حسام، دكتور حسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي مسموع؟ مسموع دكتور. وعليكم السلام، مسموع. حقيقة يعني احنا بنتقدم بكل الشكر والتقدير لسعادة المهندس عمر سليم على ما قدم وأبدع في دورته اليوم، وحقيقة كنا مستمتعين جدا معاه. بنتقدم له بشهادة شكر وتقدير من مشروع مع المرتقي الدكتور السوفي ورقم المدربين، ونقول له جزاك الله خيرا ونفع الله بك. وطمعنا فيك يا باشمهندس ان احنا نطلب منك بقى برنامج كامل بكام يوم كده ترفع كفاءة رواد مشروع معنا ارتقى ان شاء الله. في درع ايضا معنا يا استاذة، وكذلك هذا درع مقدم لفضيلة المهندس عمر سليم، مقدم من القمة للتنمية والتدريب والاستشارات مشروع معنا ارتقى. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك. وأترك المجال أستاذة ولاء إن شاء الله تختم وترتب معكم مواضيع المواعيد القادمة إن شاء الله. بإذن الله، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم، ونتمنى المرات القادمة أن تكونوا معنا. ولكن هناك تنويه أن المواعيد ستتغير من 8:30 إلى 6:00 بإذن الله تعالى لدخول المدارس، فنرجو الحرص والتواجد بإذن الله تعالى. سألين المولى لنا ولكم التوفيق. سبحانك الله في الختام، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.